السلام عليكم، كدايرين لاباس؟ كلشي بخير؟ كدايرين نتوما؟ تيجاكم الفيديو تاع امي دير جيم اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كدايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير. اي واحد شاف هذا الفيديو نتمنى من الله تعالى يعجبوه يبارطاجي ويدير جيم ويدير اشتراك باش يبقى يوصلوا الجديد ان شاء الله. وحنا في هذه الظروف ان ما يمكنش الانسان يخرج باش يصوب شي حاجه خاسره ليه في الدار. جيت انا اليوم بين نصب الغداء لقيت الطاجين ديالي لقيته مشقوق، وانا كنصايبو هاد اللي دائما كنصايبهم بحدي في الدار الى تشقوا بحال هكا ولا ملي كيكونوا جداد. غنوريكم اليوم الطريقه بحالاش تصايبوا الطاجين الى تشق لكم في الدار. ها انتم ها الشقايفين، تابعوا معايا بحالاش غادي نصوبوا. ها السلك عادي واللقات، وغادي نصوبوا وتشوفوا ان شاء الله باذن الله تعالى. انتم كنجيبوا السلك كنحطوه بحال هكا، كندير واحد اللويه هنا هكا، نشدو بها العبار باش غادي نديرو اللقات. وحنا في هاد الظروف خص كلشي المرأة تكون معلمه، لا المرأة ولا الراجل، هاد المسألة كلشي يكون عارفها. كنجيبو اللقات كنبداو نزيرو. ها لاحظوا معايا هاد الشقة ما حدني انا كنزير وهي كتجمع. ها انتوما ها شدي ليا على هنا، ها هو كملناه. هانتوما لاحظتوا الشقه اللي كانت هي تسدات، هاد الشقيق اللي كان فيه بقى مع تنصبي فيه غادي تدخل ليه المرقه غادي تسدو ان شاء الله باذن الله تعالى. هانتوما ها الطاجين ها هو تصيب. نتمنى من الله تعالى تعجبكم الفكره ان شاء الله وتطبقوها. وزوين الطاجين بحال هكا الا 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 بحال هكا. الا كان الطاجين عندك في الدار بامكانك خصك تصوبيه، ماشي تهزيه وتلوحيه. والناس اللي بعاد، الناس ديال برا، الاخوات اللي برا، والله العلي العظيم الا الفكره جاتني من انهم كاينين برا وخصهم يدوه من هنا من المغرب باش ينصبوا فيه، ولا تهرس ما عندهمش كيديروا ليه. هاد الطريقه الا كان عندكم السلك ديروا ها السلك عادي هذا واللقات وزيروا الطواجين ديالكم، راه حتى ترميه على خاطرك، حتى ما كيديش تبغي الطاجين اللي ترميه ما تخسرش عليه حتى شي حاجه. ولا بالدوبلو هاد السلك ديروا جوج سلوكه ديروهم، دير واحد من الفوق وواحد من التحت، ديري جوج. بغيتي ديري غير واحد ديري واحد، راه كيقضي ليه. الله يجازيكم بخير ونتمنى من الله تعالى تعجبكم الفكره ان شاء الله وتطبقوها، ويبقى لكم طويجناتكم صحي ماكلتو زوينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.